بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. في هذا الفيديو غادي نحاول نشوفو ندمات، لأن واحد التمرين نعتبر ندمة التالية: 3x + 5y كتساوي 72، x + y كتساوي 20. أولا، هل الزوج صفر؟ اثنان، هل الندمة إز؟ ثم السؤال الثاني، هل الحلة الجبرية الندمة إز؟ الجزء الثاني، عندنا مسألة: يبيع خطار صنفين من البطاطس، ثمن الصنف الأول هو 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، وثمن الصنف الثاني هو 4 دراهم للكيلوغرام الواحد. إذا علمت أن ثمن أن الخضار باع 50 كيلوغرام من الصنفين معا بما قدره 170 درهم، ما هي كمية البطاطس التي بيعت من كل صنف؟ إذا أنا غادي نجيب الجزء الأول، هل الزوج صفر اثنان حل المعادلة؟ هنا يكفي نعوضو، دي مشو الندمة، نعوضو إكس بصفر و إيكغيك باثنان. نشوفو المعادلة الأولى واش كتساوي 72، إذا غادي نجيو نعوضو إكس، إيش حل القيمة ديالو؟ صفر 3 ضرب 0 زائد إيكغيك 5 ضرب 2، شوفو شنو كتساوي. 3 في 0 هي 0، +5 في 2 هي 10، 0 + 10 فهي كتساوي 10، وهذه كتخالف 72. إذا هنا بلا ما نحتاجو نمشيو للمعادلة التانية ونعوضو إكس وإيكغيك بالقيمة ديالها، لقيناها كتخالف 72 مباشرة، فـ0 و2 ليس حل، متى نمشيو نعوضو هنا؟ شغلتينا 0 + 2، 0 + 2 هي 2، فهي كتخالف 20. ومنه الزوج 0 و2 ليس حلا للندمة S. دابا غادي نمشيو السؤال الثاني، هنا حلة جبريا ندمة S. عندنا الندمة S هي 3x + 5y تساوي 72، و x + y تساوي 20. هنا الحل الجبري إما نستعمل طريقة التعويض أو طريقة التأليف الخطية. هنا غنستعمل طريقة التأليف الخطية، طريقة التأليف الخطية، غادي نضربو الطرف ديال المعادلة الثانية، يعني الطرفين ديالها بجوج، ناقص 3 باش نحاولو نتخلصو من إكس، والمعادلة الأولى غنضربوها في 1، إذا غنضربو في 1، غنضربو مثلا في ناقص 3 باش نتخلصو من إكس. 1 ضرب 3x تعطينا هي 3x، 1 ضرب 5y هي 5y، 1 ضرب 72 هي 72، -3 ضرب x هي -3x، زائد -3 ضرب y هي -3y تساوي -3 ضرب 20 هي -60. من بعد عندنا المعادلة نسموها مثلا 1، المعادلة 2، هنا نجمع طرفي معادلتين 1 و2 طرفا بطرف، يعني الطرف الأول ديال المعادلة الأولى غنجمع مع الطرف الأول ديال المعادلة الثانية، الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية غنجمع مع الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية، هنا -60 عفوا. إذا هنا طرفا بطرف، إذا شنو عطينا؟ 3x + -3x + 5y - -3y تساوي 72 - 60. إحنا جمعناهم نحسبو، 3x - 3x إذا عطينا مجموعة ديال المتقابلين كيساوي 0، +5y - 3y هي 2y، مجموعة ديالها هما شرطان مختلفتان اللي عندها بعض المسافة هو العدد 5. إكغيك إذا موجب تساوي 70 - 60، اللي عنده بعد المسافة هو العدد موجب 72، -72 - 60 هي 12، 2y كتساوي 12، إذا نقسمو على العدد اللي مع 2y، 12 طبعا نقسمو على جوج، إذا نختزلو بها 2y تساوي 12 مقسومة على 2 هي 6. ثم غادي نجيو هنا لنعوض إكغيك ب6 في المعادلة، ناخذ المعادلة الأولى ولا المعادلة الثانية؟ ناخذ هذه المعادلة x + y، المعادلة x + y كتساوي 20، فنحصل على، إذا عوضنا y عطينا x، عوضنا y بستة هي +6 تساوي 20، 6 نحولها على الطرف الآخر غتعطينا هي 20 - 6، إذا x يساوي 20 - 6 هي 14. ومنه حل الندمة هو الزوج x اللي هو 14 و y اللي هو 6. ثم غادي نشوفو دابا المسألة، إذا يبيع خطار صنفين من البطاطس، ثمن الصنف الأول هو 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، وثمن الصنف الثاني هو 4 دراهم للكيلوغرام الواحد. إذا علمت أن الخضار باع 50 كيلوغرام من الصنفين معا بما قدره 170 درهم، فما هو كمية البطاطس التي بيعت من كل صنف؟ إذا الجزء الثاني، إذا هنا عندنا الجزء الثاني هو هذا،
إذا كمية البطاطس التي يعد من كل صنف، عندنا الصنف الأول والصنف الثاني. إذا أول حاجة اختيار المجهولين، مثلا غادي نعرفوا شحال هي البضاعة أو اللي بيعت، شحال هي الكمية اللي تبيعت من الصنف الأول، وكم هي الكمية التي تبيعت من الصنف الثاني، اللي يكون مثلا إكس كمية الصنف الأول التي بيعت، ليكون إيكغيك كمية الصنف الثاني التي بيعت. دابا غادي نجيو صياغة النظمة. نفس صياغة النظمة غادي نمشيو هنا، قال كلا عالم أن الخضار باع 50 كيلوغرام من الصنفين، يعني كمية الصنف الأول زائد كمية الصنف الثاني شحال كتساوي؟ 50 كيلوغرام. شحال هي كمية الصنف الأول؟ وكنعرفوها هي إكس. شحال هي كمية الصنف الثاني؟ هي إيكغيك، تساوي 50 كيلوغرام. دابا غادي نجول الشق الثاني، قال لك معا بيع بما قدره 170 درهم. إذا إلا خدينا ثمن كمية الصنف الأول زائد ثمن كمية الصنف الثاني، شحال باش تبعت؟ 170 درهم. إذا بيعت ب170 درهم. مزيان، شحال هي الكمية ديال الصنف الأول؟ هي إكس. شحال هو الثمن ديال كل كيلوغرام من الصنف الأول؟ هو 3 دراهم، غنضربوها في 3 دراهم. زائد شحال هو الثمن كمية إكغيك، كمية الصنف الثاني هي إكغيك، شحال هو الثمن؟ هو 4 ثمن الصنف الثاني هو 4 دراهم، شحال كيساوي؟ 170. إذا 3 إكس هي 3 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 170 درهم. إذا هذه المعادلة الثانية، ومنه نضمة شناهي؟ هي إكس زائد إكغيك كتساوي 50، 3 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 170. ثم غادي نديرو الحل ديال هاد النظمة. إذا إلا جينا للحل ديالها، عندنا 3 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 170، وعندنا إكس زائد إكغيك كتساوي 50. يكوالي عندنا إكس زائد إكغيك كتساوي 50، 3 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 170. إذا أنا مثلا نستعمل طريقة أو حل النظمة، طريقة تأليف خطية، هنا مثلا غنخلصو مثلا من إكس، هنا غادي نضربو مثلا في 1، وهنا غنضربو في ناقص 3. إذا شنو غتعطينا؟ 1 في 3 إكس هي 3 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 170. مزيان، ناقص 3 ضرب إكس هي ناقص 3 إكس، زائد ناقص 3 ضرب إكغيك هي ناقص 3 إكغيك، ناقص 3 ضرب 50 هي ناقص 150. مزيان، هنا التانية نسمو هادي مثلا معادلة 1، ولا معادلة 3، معادلة 4. نجمع طرفي المعادلتين 3 و 4، فنحصل على شنو غتعطينا؟ هي 3 إكس زائد ناقص 3 إكس زائد 4 إكغيك زائد ناقص 3 إكغيك تساوي 170 ناقص ولا زائد ناقص 150. 3 إكس زائد ناقص 3 إكس هيعطينا صفر، مجموعة عددين متقابلين، زائد 4 إكغيك زائد ناقص 3 إكغيك لأن بعد مسافة هو 4 إكغيك، تربط بالإشارة ديال زائد 4 إكغيك زائد ناقص 3 إكغيك، 4 ناقص 3 هي 1 إكغيك، يعني هي إكغيك تساوي 170 ناقص 150 هي شحال؟ هي 20. 0 زائد إكغيك هي إكغيك، إكغيك كتساوي 20. مزيان، إذا لنعوض إكغيك ب 20 في المعادلة، مثلا المعادلة هاد الأولى، إكس زائد إكغيك كتساوي 50. إذا عوضنا إكغيك ب 20، إذا بقى لنا إكس زائد 20 تساوي 50، إكس يساوي 50، غادي نحولها للطرف الآخر نغيرو لها الإشارة، هي ناقص 20، إكس يساوي 30. إذا ثمن أو لا عفوا كمية البطاطس من الصنف الأول هي شحال؟ هي 30 كيلو جرام. ثم عندنا كمية البطاطس من الصنف الثاني هي شحال؟ 20 كيلو جرام. هنا
مدام ديالنا مثلا نقدر نديرو واحد النيد مع بابا هو 30 20. هنايا اذا غادي نجيو التحقق من الحل، اذا التحقق من الحل هنا عندنا اكس زائد y، يعني شحال هي اكس؟ هي 30 زائد 20، خصنا نلقاوها شحال كتساوي 50. اذا 30 زائد 20 50 كيلوغرام. اذا نجيو الثمن، نضربو 30 ضارب 3 دراهم زائد 20 ضارب، اذا عندنا 30 ضارب 3 زائد 20 كمية ديال الصنف الثاني ضارب الثمن ديال 4 دراهم. 3 في 30 هي 90 زائد 20 في 4 هي 80، 90 زائد 80 هي 170 درهما. وهذا نكون سرينا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.